قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة هم أهل العلم، هذه الطائفة هم المنصورون، هذه الطائفة هم الناجية الذين يهدون الناس إلى دين الله ويعرفون الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصبرون على الأذى الناس وينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين.